صار مكشوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أبو حسام. يا مرحبا، صبحت برضا والنور. يا مرحبا يا أبو خالد يا عيد بن طاحوس، تفضل. تسلم، أسلم على العم أبو عبد الرحمن، وأسلم على العم أبو علي والدكتور الحمد. الله يرضى عليك. والله مصلي وسلم على شيخنا طبعا عبد الرحمن السالم، ما شاء الله تبارك الرحمن، أبدعت كلكم في مواضيعكم. قبلة يا أبو علي قبلة. فأنا اليوم والله ما عندي شيء، لكن ثلاث طلبات منكم يا الموجودين يا أبو علي، وأرجوكم تحققونها. يعني أولا أبي من عمي الشيخ عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، سالفة الغنم اللي ضاعت من وين هات اللبن؟ وأبي طال عمرك قصيدة منك وقصيدة من أبو علي، ونحصل بعد قصيدة من أبو محمد. يا سلام. أيوة الدكتور أبو إبراهيم، أنا أبغى قصيدة منك وقصيدة من أبو إبراهيم ومن أبو علي. طلب محمد حسن خير وبركة. طلباتك مجابة. الله يطول، الله يعينكم علي، أنا دمي ثقيل أثقل عليكم، لكن الله يعينكم. الله يبيض وجهك. خفيف يا أخي. يقول أبو علي دمك خفيف. دمك خفيف. والله انت ان كان عطوني الاجابه جاوبتك يا ابو خالد. حياك الله ابو خالد. ابو محمد بعلمك العلم. سم تفضل يا ابو محمد. تبي نجاوبك ونقول قصيد ونقول شيء، تعال انت هنا. سكت ابو خالد. سليت الطريق يا ابو محمد، وبجي ان شاء الله. اي ما تبي تجي خلاص، لا جيت ابشر. لا جيت ابشر خلاص، حكم ابو محمد. ابو محمد اذا ابي الان طول عمرك. لا انت مصيف ولا تنصيف. حتى جبت قصيدتها الله يرحم اللي جابتها ولبستها. لا مصيف الحين، مصيف الحين، ما عاد يمدي. الدكتور وصل الاذان، وصل الاذان الحين، وصل الاذان. ما عاد خمس دقائق تكفيكم كلكم يا ابو حزام. ابشر ابشر يا ابو خالد. شاكر لك على مداخلتك والله. يعينك ابو خالد. يا مرحبا يا ابو خالد. شكرا يا ابو خالد. خلاص ابو محمد قال تبي الطلبات. الله يحييك. احضر. نعم احضر. ما انت عدى ابو محمد حكم. نعم ابو عبد الله، طريق الفيل لك زيارات لطريق الفيل وبدايته وكيف يمشي.